أكثر على فكرة مطوري البرامج معي هنا سارة عبد الله، أنت مؤسسة مشاركة في شبكة مطوري البرامج هنا في لبنان، كيف تدعم هذه الشبكة المطورين العرب؟ نحن بلشنا بالشبكة في أنا وفي صلاح عوض تقريبا من أقل من سنة. هلأ صار عنا بحدود 1400 مبرمج أو مطور، عملنا أكثر من 17 نشاط بين أنه عن جد يقدر يجربوا كيف يعملوا كودينج، هيدا الشيء اللي مش على طول بنشوفه ممكن بالجامعات، نجيب خبراء من برا يشرح حولهم فعليا بسوق العمل كيف فيهم القصص اللي تعلموها بالجامعه يقدروا عن جد هن يشتغلوا عليها، وحتى قدرنا يعني من خلال هالشبكه لانه عم نقدر نحن نوصل كل العالم ببعض، في 55 مبرمج قدر يلاقي وظائف من أعرف نسبة البطالة من أعلى النسب. سارة أنت أيضا يعني تحت مظلة أو عنوان نساء أو امرأة عربية في قطاع التقنية، أنشأت شركتك الخاصة، أنت رائدة أعمال، أكبر تحدي واجهتيه في إطلاق فكرتك ما كان؟ هلأ أنا اشتغلت 7 سنين بوحدة من الشركات العالمية، والواحد يعني خاصة بلبنان ليترك شغل ثابت مع معاش مزبوط يقول أنا بدي أخذ هيدا الخضم اللي هو ريادة الأعمال منه سهل، بس لما يكون الواحد عنده الاندفاع الإيمان إنه هيدا الفكرة عن جد هي نحن كتير بحاجة إلها، قدي رح يكون إلها تأثير إيجابي على المجتمع، ما في الواحد إلا ما يقول كلنا بدنا نبلش يعني إيد بإيد، كل واحد يجرب يعمل دوره لننهض بمجتمعات. ما كانت الفكرة التي عملتي عليها وكيف حصلتي على التمويل يعني بشكل سريع؟ نحن حاليا يعني هلأ الشركة مثل ما قلنا في هو بين شو مندرس بالجامعة وشو منلاقي بسوق العمل كناحية شغل، خصوصا مع التكنولوجيا عم تتطور كتير أسرع ما الجامعات تقدر تواكب التطور، فهدف الشركة أنه أول شيء حضرهم على صعيد التقني اللي هن أكيد من خبراء مش أنه أنا لحالي، كيف يعطون هيدي المناهج التعليمية ويجربوا يعملوا أكتر hands on كتطبيق، وكمان كيف الشخص يكون مؤهل على صعيد الشخصي، لأنه بالنهاية أنا مش بس بدي أقعد بوج الكمبيوتر بينما أنا بدي أحكي مع عالم، بدي أطلع أعمل presentation، كيف أنا بدي أتصرف مع الأشخاص اللي معي بالوظيفة لأنجح. سو كل مكونات النجاح عم جرب نشتغل. طيب سارة، عندما أطلقتي الشركة أو فكرتك ربما بعض الأدوات في فيسبوك لم تكن موجودة، الآن أكثر أداة موجودة لفيسبوك متاحة لرائدات الأعمال العربيات، ما هي برأيك؟ هلأ التسويق أكيد كتير مهم، لأنه بالنهاية قد ما كنا نحن عم نشتغل طالما عم يقدر صوتنا ينسمع يعني فيسبوك عادين كمان داخل البلد وخارج البلد. تمام. سارة عبد الله، أنت رائدة أعمال، أيضا أنت المؤسسة المشاركة لهذه الشبكة، شبكة مطوري البرامج هنا في لبنان، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك كل التوفيق. أكيد سنتابع أعمال فعالية أول أسبوع للتقنية تطلقه هو فيسبوك في الشرق الأوسط هنا في بيروت، تتابعون أيضا للمزيد منصات سكاي نيوز عربية على منصات التواصل الاجتماعي. أترككم مع بقية فقرات الصباح مع نانسي ومهران.